صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. يوم جديد سعيد عليكم، نتمنى لكم في الخير والسعاده. واسبوع جديد بدانا النهارده السبت، او هيبدا فعليا يوم الاحد مع العمل. صباح الخير يا لاء. صباح الخير حسام، صباح الخير مشاهدينا. النهارده 7 سبتمبر 2024 وخلاص بنقترب العد التنازلي من بدايه العام الدراسي الجديد. يا رب ان شاء الله عام دراسي موفقين فيه كل الطلاب. على طول نكلمكم عن موضوعاتنا، زي كل يوم بيكون معانا موضوعين رئيسيين في وقفتنا الحوارية. هي هنتكلم في الموضوع الأول عن معرض الطيران والفضاء اللي أقيم في مدينة العلمين الجديدة واستمر لمدة 3 أيام. الحقيقة اختتمت فعالياته بالأمس، والمعرض يعني حظي بحضور كبير جدا من ومشاركة من 250 دولة على مستوى العالم. والحقيقة يعني المعرض بيفتح فرصة وأفاق للترويج لمدينة العلمين الجديدة، وكمان لإقامة الأحداث والفعاليات زي كده، مؤتمرات صحيح. معارض وما إلى ذلك. والمعارض طبعا المتخصصة اللي زي كده، يعني احنا عندنا إيدكس، مصنع معرض الدفاع اللي مصر بتقيمه في نسخته الثالثة ان شاء الله هيكون السنة دي، وده تعتبر دي معارض متخصصة اكتر. يعني معرض الطيران بيتكلم عن الطيران المدني، بيتكلم عن اخر تكنولوجيات الصواريخ، اخر تكنولوجيات الدفاع، الطيران الدفاعي وغيره. ممكن يبقى فيه معارض متخصصة تانية أكتر من كده، احنا عندنا قوات البحرية من القوات القوية جدا في مصر. يعني المعارض المتخصصة دي جزء منها ترويج وجزء منها للاطلاع على آخر التكنولوجيات اللي موجودة في العالم. موضوعنا التاني بقى، موضوعنا التاني الحقيقة يكون رياضي، وبنتكلم عن تصفيات الأمم الإفريقية ومشوار المنتخب الوطني في هذه التصفيات. والحقيقة بالفعل تغلب المنتخب الوطني على كاب فيردي في الجولة الأولى وبينتظر مواجهة بوتسوانا. بنتكلم عن تقييم أداء المنتخب وتوقعاتنا للمباراة القادمة، وأكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في تصفيات الأمم الإفريقية. أكيد طبعا. طبعا احنا متعودين معاكم دول الحوارين هيكونوا في ساعتنا في الساعة الثانية الأخيرة، لكن طبعا في تغطياتنا المستمرة على آخر الأخبار وآخر الموضوعات اللي بتهمكم. يمكن موضوعاتنا الطبية كمان دايما بنحب ان احنا نجيب لكم آخر المعلومات. ففي دراسة جديدة بتقول ان تناول القهوة قد يؤدي إلى حماية العضلات من التقدم في العمر وتقليل احتمالات التعرض للإصابة في السقوط، وقد يبقى الإنسان قادرا على الحركة لفترة أطول. طبعا القهوة دايما عليها شوية جدل يعني كتير، لازم يعني تكون بشكل منضبط أكيد وبشكل طبعاً معتدل. مش كل حاجة في الدنيا ربنا خلقها فيها المميزات وفيها المضار لو احنا استخدمناها بشكل منضبط. لكن طبعا يمكن الدراسات الحديثة بتتكلم، يعني احنا شايفين القهوة اللي بتتعمل قدامنا دي القهوة الفرنساوي او عفوا القهوة الامريكاني او الفلتر كافي، في ناس بيقولوا ان هي احسن انواع القهوة لان ما بيبقاش فيها زي ما احنا بنقول كده بالبلدي تفل القهوه دي. الاسبريسو طبعا بتبقى كونسنتريتد قوي او مركزه قوي مع ضغط البخار. في القهوه التركي اللي احنا بنشربها واللي الشعوب العربيه كلها بتشربها، ده نوع تاني من القهوه. انواع الحبوب البن نفسها زي ما احنا شايفين امامنا كتير جدا بانواع مختلفه بتركيزات مختلفه، كل نوع ربنا خلق فيه من كل نوع ارض. يعني احنا عندنا البرازيلي، عندنا الكولومبي، عندنا اليمني بس للاسف ما عادش موجود قوي، عندنا الاثيوبي، عندنا الماليزي، عندنا انواع كتيره من البن او حبوب البن نفسها. وربنا خلق كل نوع بياخد من الارض اللي خرج منها نوع معين، في نوع حموضته عاليه، في نوع مرارته عاليه، في انواع مختلفه كتير. فالقهوه فيها فوائد كتيره جدا بتكلمنا عنها، بس زي ما قالت الاء هي فكره الانضباط في استخدامها. والحقيقه الخبراء بيأكدوا في الدراسه اللي احنا بنشير ليها دلوقتي انه على الرغم من ان القهوه ممكن تؤثر بشكل جيد على العضلات، فمن المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسه التمارين لحمايه العضلات مع التقدم في السن. وذكرت الدراسة أن تناول القهوة قد يساعد في منع ضمور العضلات، وهو مرض
بيصيب العضلات والعظام وبيؤثر على قوة وكتلة العضلات والأداء مع التقدم في العمر. طبعا ده واحدة من فوائد القهوة، وبرضو دكاترة كتيرة بيخوفوا من ان استخدام القهوة بيزود ضربات القلب، لان الكافيين طبعا مع ان في دراسات جديدة بتقول ان هو بيساعد على الحرق وبيستخدم في أدوية الحرق الجديدة، لكن برضو الانضباط في استخدام كل هذه الأنواع. ويعني في نصيحة أنا أحب أقولها لكم، إن إحنا دايما نستخدم الحاجات الطبيعية، الانستنت كافي أو القهوة المعدة مسبقا، أو طبعا مش هقدر أقول البراند بتاعها، بس يعني اللي هي البودرة اللي إحنا بنستخدمها في الأظرف وغيرها، واللي بيتضاف عليها كمان المبيضات النباتية، دي ضارة جدا ضارة جدا ضارة جدا. نحاول نستخدم الحاجة زي ما ربنا خلقها، زي ما إحنا شايفين البن بشكله الطبيعي، والطحن يبقى فريش ويبقى جميل. طبعا اكيد منتدى التعاون الصيني الافريقي منتدى مهم جدا على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد التكنولوجي، وفي وفد مصري كبير جدا برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي هناك، اجتماعات مع الافارقه ومع الصينيين لبحث طرق جديده. وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت واحد من هؤلاء يعني الموجودين في الوفد، وطبعا بيتكلم في التكنولوجيات الجديده. احنا بنتكلم في تكنولوجيات جديده الصين تفوقت فيها حتى على الولايات المتحده الامريكيه، وعشان كده الحرب التجاريه بين مصر بين الصين وبين الولايات المتحده على اشدها، خاصه في نظام التكنولوجيا. صحيح. الحقيقه مراسل قناه النيل للاخبار احمد سعد الدين اجرى حوار على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وأكد فيه أنه تم توقيع 5 بروتوكولات تعاون في المجالات التكنولوجية مع الشركات الصينية الرائدة في المجالات المختلفة، والعمل في هذا التوقيت على التوسع في إحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية التي يتم مدها إلى كافة القرى والمحافظات، وذلك للتوسع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الذكية وتشجيع الشركات المصرية الخاصة على. وطبعا احنا عارفين ان الالياف الضوئية احنا عندنا دلوقتي مصنع في مصر بيعمل هذه الالياف الضوئية بتكنولوجيات صينية، وهي دي مستقبل. وفي يعني حاجات كتيرة، كان معنا حوار امس في الصباح على نيل الاخبار عن صناعة راوتر مصري بيشتغل بتكنولوجيا جديدة 4.5، ودي تكنولوجيا جديدة تطور جاي بإذن الله تعالى، بس لازم نعمل جيدا. خلونا نطلع لهذا الحوار. أهلا بكم مشاهدينا. يعني من خلال انطلاق فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي في دورته الرابعة، يعني كانت مصر مشاركة بقوة في فعاليات هذا المنتدى، وفي إطار سعي مصر والصين في هذا التوقيت إلى تعزيز الشراكة فيما بينهم في شتى المجالات. يعني تم ترفيع مستوى الشراكة ما بين مصر والصين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، وبالفعل ونحن نحتفل بمرور 10 سنوات على ترفيع هذه العلاقات. يعني تسعى مصر إلى تعميق والتوسع في هذه العلاقات في شتى المجالات. اليوم كان هناك العديد من بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها ما بين وزارة الاتصالات والعديد من الشركات الاستثمارية الكبرى في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. للتعرف على كل هذا معنا ومشرفنا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني من خلال فعاليات هذا المنتدى وتوقيع العديد من البروتوكولات، كيف ترى أهمية هذه الشراكة واهم البروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم؟ شكرا على الاستضافة الكريمة. بالفعل اليوم يعني شهدنا توقيع 5 اتفاقيات تعاون في منتهى الأهمية مع 5 من كبريات الشركات الصينية، ما يؤدي إلى تعزيز التعاون الفعال والبناء مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع
التصنيع الإلكتروني في الصين. المذكرات التعاون اشتملت على أكثر من محور كلها في غاية الأهمية. المحور الأول هو محور تصنيع كواكب الألياف الضوئية وأجهزة الاتصالات. تعلم حضرتك أننا نتوسع بشكل مضطرد وضخم في إحلال شبكات النحاس بشبكات الألياف الضوئية. أيضا نسعى إلى مد شبكات الألياف الضوئية في مختلف القرى والمدن المصرية. كل هذا يستلزم كميات ضخمة من كواكب الألياف الضوئية. كان التوجه أننا نبدأ في تصنيع هذه الكواكب المحلية. بالفعل بدأنا منذ بضعة سنوات في تشجيع القطاع الخاص على بناء أكثر من مصنع لكواكب الألياف الضوئية. اليوم وقعنا اتفاقيتين، اتفاقية مع شركة بالفعل لديها مصنع قائم في مصر قوامه 3 مليون كيلو، ستبدأ في إنشاء مصنع آخر لإنتاج 3 مليون كيلو من كواكب الفايبر، نصفها للسوق المحلي والباقي للتصدير للدول المجاورة من مصر. هناك شركة أخرى ستبدأ لأول مرة في إنشاء مصنع لها على 10,000 متر مربع لإنتاج 3 مليون كيلو متر من كواكب الألياف الضوئية بإذن الله في العام القادم. كذلك مصنع ثالث لإنتاج أجهزة الاتصالات الفرعية أو الثانوية التي تركب في البيوت، لأننا سنتوسع أيضا في مثل هذه الأجهزة، فلابد أن ننتجها محليا حتى يعني تنهض الصناعة الإلكترونية في مصر، وفي نفس الوقت أنه يعني نوفر عملة صعبة ونخلق فرص عمل لشبابنا في هذه المصانع. محور ثاني في الاتفاقيات التي وقعت اليوم كان في مجال التعهيد. تعلم سيادتك أن التعهيد واحد من أهم محاور استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونسعى دوما لجذب المزيد والمزيد من الشركات من مختلف دول العالم لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر. اليوم وقعنا أيضا 3 اتفاقيات لإقامة 3 مراكز تعهيد في مصر. المركز الأول قائم بالفعل قوامه 800، سيزاد إلى 1400 في مجال الدعم الفني. سينشأ مركز آخر مع شركة من أكبر الشركات الصينية لإنتاج البرمجيات في مصر، ومع شركة ثالثة أيضا من يعني الشركات الضخمة في مجال التصميم الإلكتروني، سننشئ مركز لتصميم الدوائر الإلكترونية في مصر. المحور الثالث في الاتفاقيات التي وقعت اليوم كان في مجال التدريب. وقعنا اتفاقيات لتدريب أكثر من 2500 شاب مصري في خلال العام القادم على مختلف تقنيات الاتصالات مع مختلف الشركات. كذلك وقعنا اتفاقيات لمد مدارس وي التي أصبحت تقريبا موجودة في كل محافظات مصر، وأيضا المعهد القومي للاتصالات. ستمد شركات الصينية المعهد القومي للاتصالات بكل فروعه ومعامله، وكذلك معامل مدارس وي بأجهزة قياس ومعامل اتصالات على أعلى مستوى من الناحية التقنية والتقدم التكنولوجي. مستمرون في يعني التعاون مع كل الدول المتقدمة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا أنا لسه كنت أسأل معليك عن تعزيز وتنمية الصناعات التكنولوجية في مصر في هذا التوقيت وأهمية توطين هذه الصناعات. قطعا في منتهى الأهمية أن نوطن الصناعات التكنولوجية في مصر، سواء يعني تعلم سيادتك أن احنا بالفعل بدأنا في خطة لتوطين تصنيع أجهزة المحمول في مصر. لدينا 4 يعني ماركات أو 4 مصانع من أكبر 5 مصانع، يعني المصانع الخمسة لدينا منها 4 تصنع الآن في مصر أو ستصنع في بداية العام القادم. بالفعل يعني المصانع القائمة تنتج، والمصانع التي مخطط لها الدخول في الخدمة في 2025 في المراحل الأخيرة من تركيب خطوط الإنتاج إلى آخره. أيضا نتوسع كما قلت في
تصنيع الكوابل الالياف الضوئيه وايضا تصنيع النهايات الطرفيه من اجهزه الاتصالات. الهدف ان تكون لدينا منظومه متكامله لتصنيع بنى تحتيه معظم كاملة. بالضبط معظم عناصر البنيه التحتيه للاتصالات. يمكن مصر قطعت شوطا كبيرا في الخدمات الذكيه ورقمنه الخدمات وتطوير هذه الخدمات في مصر. ما الخطط المستقبليه في تطوير والاستكمال مسيره رقمنه الخدمات والمنظومه الذكيه؟ الحقيقه يعني لدينا خطه واسعه في هذا المجال، يعني ترتكز على عده محاور. المحور الاول هو زياده عدد الخدمات. لدينا الان 170 خدمه تقدم على منصه مصر الرقميه، ان شاء الله سنزيدها الى 200 قبل نهايه العام الحالي باذن الله. كذلك نسعى الى تقديم التقنيات وطرز العمل الحديثه مثل التوقيع الالكتروني عن بعد والتعرف على الشخص عن بعد، الهوية الرقمية. كل هذه الآليات الهدف منها هو تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين دون أن يستلزم ذلك حضورهم إلى مقر حكومية التي تقدم هذه الخدمات. تصنفنا في المنظومة الذكية وسط يعني التقدم التكنولوجي في مختلف دول العالم، هل يعني الشوط الذي قطعناه يصنفنا في تصنيف عالي في هذا التوقيت؟ الحمد لله، يعني احنا في مثلا مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي قفزنا 50 مركز في الثلاث أعوام الماضية. في مؤشر الجاهزية الرقمية للحكومة كنا في المرتبة جيم حسب تصنيف البنك الدولي في عام 2018. في عام 2020 صعدنا إلى المرتبة به. في عام 2023 صعدنا إلى المرتبة ألف، أعلى مرتبة، دوما بإذن الله نظل في المقدمة. أخيرا دكتور عمرو، يعني كيف تصف إقبال الشركات الكبيرة خاصة من الجانب الصيني في هذا التوقيت على الإقبال على الاستثمار في مصر خاصة في المجالات التكنولوجية وفي هذا التوقيت تحديدا؟ يعني دعنا يعني ننتهج منهجا علميا في تحليل أسباب إقبالهم على السوق المصري حتى لا يكون يعني الحديث يعني مختلط. هل السوق المصرية جاهزة؟ ما يعني جاهزة وجاذبة، ودعني أقول لك لما هي جاهزة ولما هي جاهزة. جاهزة وجاذبة أولا لأنه هو سوق ضخم وبالتالي هو جاذب ومثير للاهتمام لكل الشركات. أي شركة تسعى لإقامة مصنع أو إقامة مركز تعهيد أو استثمار في دولة تبدأ في دراسة مجموعة من العناصر: الاستقرار، نمرة اثنين وجود كفاءات وقدرات بشرية في هذه الدولة التي تستهدفها، ثم سوق يستوعب ما تنتجه من خدمات أو منتجات. الحمد لله العناصر الثلاثة متوفرة في مصر، بل يعني مصر تقدمها بسخاء وباستفاضة، وبالتالي فعلا هو سوق جاذب. دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، دائما ما تسرينا بالمزيد من المعلومات، يعني كل التوفيق لحضرتك. شكرا لحضرتك. أشكرك صلى الله عليه وسلم ودوما نلتقي على خير إن شاء الله. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وبنبتدي معاكم اول فقراتنا النهارده وبنروح لجوله سريعه من الاخبار والتقارير المتنوعه، وبنبتديها الحقيقه بالحديث عن التكنولوجيا ويمكن الوجه الاخر للتكنولوجيا والتقدم والتطور التكنولوجي الهائل اللي احنا بنشهده والذكاء الاصطناعي الحقيقه هيأثر للاسف على عدد من المهن. احدث الدراسات العلميه كشفت ان هناك بعض المهن المهدده بالزوال بسبب الذكاء الاصطناعي والتي ياتي على رأسها العمال اليدويون في مجال الإنتاج والتصنيع ومفتشو الجودة والمدققون اللغويون وسائقو سيارات الأجرة. وأكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي بيمثل أيضا تهديد لمهن أخرى هامة مثل المحامين والأطباء المتخصصين في تحليل الصور الطبية ومطوري المواقع الإلكترونية وموظفي البنوك ووكالات السفر والبائعين في المتاجر. Thank you.
للتعليق على هذا الخبر معنا دكتور حسين العمري، أستاذ علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي من كاليفورنيا هاتفيا. دكتور حسين صباح الخير، أهلا بحضرتك معنا، وبنتكلم الحقيقة عن الذكاء الاصطناعي، وللأسف أنه بيأثر على بعض المهن وأنها ممكن بتنقرض أو في طريقها للزوال زي ما بيقول الخبر الاستعراضي عرضناه دلوقتي. الحقيقة يعني كتير من المهن مش هتكون موجودة في المستقبل، وعلى العكس يمكن التكنولوجيا طبعا زي ما بيتكلم الخبراء انها ممكن بتحتاج مهن اخرى بتعتمد بشكل اكبر على التكنولوجيا، استخدام المعلومات الرقمية وما الى ذلك، وانه ده ممكن بالتوازي بيخلق فرص عمل جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. ده اللي هيكلمنا عنه دكتور حسين العمري، استاذ علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي. دكتور حسين اهلا بحضرتك معانا، وبنتكلم عن الذكاء الاصطناعي وقد ايه ممكن يتسبب في زوال عدد من المهن التقليديه زي ما بتقول الدراسه او الخبر، منها السائق والتاكسي، منها يعني مدققون اللغويون، وممكن كمان بتمتد الى مهن اخرى زي المحامين والاطباء وغيرها من المهن. تعليق حضرتك على الكلام ده. صباح الخير. بالنسبة للمهن اللي بيهددها الذكاء الاصطناعي عادة بينها صفات مشتركة كتير، يعني فدي بتطبق على أي مهنة، يعني بيكون فيها أول حاجة يكون فيها الروتين والتكرار، الاعتماد على المهام الروتينية والمتكررة يعني. ثاني حاجة طبعا أنه يكون في هناك ما فيش حاجة كبيرة للتفكير الإبداعي أو التحليلي، ما فيش بيكون فيها الاعتماد على المجهود البدني عادة، فعلى المجهود البدني واليدوي مثلا في عمال المصانع اللي فيها خطوط سموها الاسمبلي لاين اللي هي التركيب، فيها الانشطة كمان بتكون متوقعة، التعامل مع البيانات البسيطة والمعلومات الثابتة، قلة التفاعل الشخصي، فدي حاجات صفات مشتركة يعني بينها. لكن الوظائف اللي بالاسم اللي انتم ذكرتوها يعني هي معروفة، اللي هي العمال اليدويون في خطوط الانتاج والتصنيع، فعادة دي ممكن يحل محلها، يعني بيكون هناك في خط انتاج فيكون 10 موظفين بالترتيب، كل واحد بحط حتة مثلا في المذر بورد أو في حاجة، فدول ممكن يشتغلوا عنهم بالروبوتات. الكواليتي أشورنس أو الجودة مثلا، هذول المفتشون عن الجودة ممكن يعملها الذكاء الاصطناعي بدقة. يعني التدقيق اللغوي من أكثر الأشياء اللي مهددة، الترجمة والتدقيق اللغوي، هذه الأشياء اللي يتقنها بشكل كبير يعني الشات جي بي تي وغيره. طبعا الاوتونومس درايفنج، سواقين السيارات الأجرة، يعني في التوجه انها تكون الان شغاله يعني من غير السواق، تكون المحاماه لان تتطلب الاطلاع على ملفات كبيره او مقارنتها وكذا، فهو مبدع في هذا المجال. في هناك تحليل الصور الطبيه، يعني الصور الطبيه تحت السرطان وغيره، الاطباء يحللوها بالعين او بالمناظر، والذكاء الاصطناعي ممكن يحللها بطريقه مش معقوله، يعني بالنسبه لاي شيء في تحليل صور تحليل فيديوهات فهو بيكون مبدع فيها يعني. ف الحاجه الثانيه اللي هي مثلا تطوير المواقع الالكترونيه، التجاره الالكترونيه، الذين يبيعون على الكاشير، كل هذا ممكن يستبدل، موظفو البنوك، وكالات السفر، فهذه الاشياء اللي ممكن مهدده. طبعا في حاجات مهدده اكثر اللي هي الكتابه بالفن، المسرح والتمثيليات والمسلسلات والأفلام، هم تظاهروا هنا في أمريكا كذا مرة يعني، لأنه هذا ممكن يعملها بدالهم، هو ممكن يعمل سيناريو كامل، وممكن حتى مصمموا الأزياء، مصمموا الديكورات تاعت الفيلم، هذا ممكن يقوم فيها بشكل مبدع جدا يعني. فهذا هو من الأشياء المهددة جدا بالذكاء الاصطناعي، الكتابة والتصوير، أي حاجة فيها هو ممكن يخترع شخصية خيالية غير الشخصيات المشهورة، أو ممكن يستعين بالشخصية المشهورة ويأخذ صوته وينسخ صوته، ينسخ صورته
أو صوته من فقط من ثواني من الصوت أو كم صورة ويعمل فيلم كامل عليه من غير ما هو يكون موجود. ممكن يخليه يغني أي أغنية، أنت ممكن تجيب أم كلثوم وتخليها تغني أغاني حديثة يعني ما غنتهاش قبل كده يعني، ممكن تخلي وهذا ممكن بس باستماع للصوت ونسخ الصوت ونسخ الصورة. فهذا كله ممكن الآن بالديب فيك، وانتشرت أغنية فكانت لدريك يعني اللي جو فاكر هذه دي لوف مي دي لوف مي، انتشرت الأغنية مليونين إصدار لها، وكانت كل الأغنية كذب يعني هي من إنتاج الديب فيك ووقفوها أو فيديو لترامب أو لبايدن يعني. يعني واضح طبعا أنه التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يعني سريع بشكل مرعب وبيهدد الحياة للأسف مجالات كتير. دكتور حسين العمري أستاذ علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي كنت معنا عبر الهاتف من كاليفورنيا، شكرا جزيلا لك. بيشهد مسرح البالون في 8 مساء اليوم أوبريت بداية جديدة تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبتقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن برنامج وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، بيعرض الأوبريت على مدار ليلتين. وذكر بيان صادر من الهيئة العامة لقصور الثقافة أن أوبريت بداية جديدة غنائي استعراضي، وبيأتي بالتزامن مع تفعيل المبادرة الرئاسية اللي بتهدف إلى زيادة الوعي الثقافي وترسيخ الهوية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030. خلينا ناخد تفاصيل أكتر عن الموضوع. معانا دكتور حسين البنهاوي عضو المجلس الأعلى للثقافة. دكتور حسين صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. بنتكلم الحقيقة عن أوبريت بداية جديدة، ويعني تفاصيل أكتر عن الأوبريت وأهميته. صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. نعم. والحقيقة أنه يمكن الأوبريت بيواكب انطلاق وتدشين الدولة لمشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وهذا أيضا بيواكب ما أشار إليه السيادة الرئيس من مشروع الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان، لأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لمصر. الإنسان المصري الذي يحمل في فكره وتحت جلده خبرات 7000 عام من الحضارة، هذا الإنسان يجب أن يكون هو محور التنمية، لأن التنمية لن تقوم إلا بإنسان واعي، إنسان مدرك لأهمية هذا الوطن، إنسان صحيا وتعليميا وثقافيا ورياضيا قادر على التقدم. فهذا الأوبريت في الحقيقة بيجي في نفس التوقيت الذي تطرح فيه الدولة موضوع بداية انطلاقة لبداية، لأن الدولة بتدشن اليوم المشروع القومي للتنمية البشرية. قصور الثقافة نعم اتفضل دكتور حسين. قصور الثقافة في الحقيقة هي الأزرع وزارة الثقافة في جميع أنحاء الجمهورية، وعليها دور كبير جدا في تنفيذ رؤية التنمية البشرية 2030، وليست فقط وزارة الثقافة، ولكن يجب أن تشارك كل الوزارات وكل الجهات المعنية بالتنمية البشرية في مجال الصحة ومجال التعليم ومجال الثقافة والرياضة، لأنه المجتمع عبارة عن أنساق ثقافية وأنساق اجتماعية وأنساق دينية وأنساق سياسية وأنساق اقتصادية. كل هذه الأنساق يجب أن تتكامل في منظومة واحدة للارتقاء بالعنصر البشري في المجتمع المصري. أكيد. دكتور حسين البنهاوي عضو المجلس الأعلى للثقافة، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات والتوضيح. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا.
بيلجأ بعض الخارجين عن القانون للمنصات الإلكترونية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد التلاعب بمشاعرهم بالأرباح المالية. استهدفت وزارة الداخلية هذه العصابات الإلكترونية بحملات أمنية مكبرة بهدف الحفاظ على أموال المواطنين والتصدي بحسم للنصابين والمحتلين بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وعلى مدار الأيام الماضية لاحقت الداخلية المتهمين بتداول العملات الرقمية المشفرة سواء بالبيع أو بالشراء على منصات تداول العملات الرقمية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. معنا مهندس أنطونيوس ميخائيل الخبير في أمن المعلومات. مهندس أنطونيوس صباح الخير، أهلا بحضرتك معنا. والحقيقة يعني البعض بيستغل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك أنه بيتجه يعني النصب على الآخرين يعني أوهام المكسب السريع وأرباح يعني كبيرة. إزاي ده بيحصل وإزاي نحمي نفسنا منه؟ صباح الخير للساده المشاهدين. مبدئيا هو الاول طبيعي ان اي تكنولوجيا بتستحدث بيستحدث معاها بعض او بيستغلها بعض انواع النصب او بعض النصابين بيستغلوا هذه التكنولوجيات في عمليات النصب بتاعتهم. الجديد اللي موجود دلوقتي او المعتاد اللي موجود دلوقتي ان الاستثمار في التكنولوجيا هو اعلى استثمار في العالم، يعني تعدى استثمار البترول وتعدى استثمار الغاز، فبالتالي شغف الناس ان هي تشتغل في الاستثمار في التكنولوجيا هو شغف كبير قوي لانه اعلى استثمار في العالم. هذا الشغف يستغله بعض المصابين من خلال اما النصب في عمليات الاستثمار في العملات المشفره او الاستثمار في الجيمز وبعض ادوات الجيمز الموجوده او الاستثمار في بعض التطبيقات اللي ممكن تستحدث ويجيب استثمارات كبيره قوي. الأهم من كل دوت هي نقطة مهمة جدا دايما بنقولها للمواطنين، ما تستثمرش مع حد عبارة عن فرد أو ما تستثمرش مع أفراد، دايما تستثمر مع كيانات، شركة ليها مقر ليها سجل تجاري ليها موافقة في عمليات الاستثمار، ودي الأهم، هل هي واخدة موافقات من الحكومة في عمليات الاستثمار أو لا، حتى لو استثماراتها خارج الدولة أو استثماراتها عبر الإنترنت في تراخيص للشركات العاملة في هذا النوع من الاستثمار. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل في تعاقد مع حضرتك مع هذه الشركة ولا لا؟ لأن التعاقد ده هو الأهم، هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتجيب حقوق المواطنين. يعني أغلبية المواطنين اللي بيتم سرقة أموالهم أو النصب عليهم والدخول في بعض الاستثمارات مش هينفع ترجع تاني، لأن الدولة لما هتمسك هذه العملات المشفرة المجرمة في كل قوانين العالم بما فيها قانون البنك المركزي مجرم تداول في هذه العملات، مش هينفع ان الدوله هي اللي تعمل عمليه اجرام وتبيع العملات اللي تم شراها وترجع لحضرتك فلوسك. فبالتالي لازم ابقى واعي كويس جدا ان لازم استثمر في الشيء الصح او الشيء المناسب. يبقى رقم واحد شركه ليها كيان او كيان ليه ورق مرخص فيه من خلال الدوله. الحاجه الثانيه في تعاقد مع هذه الدوله. الحاجه الثالثه لازم نكون عارفين كل قوانين العالم مجرمه التداول في العملات المشفره وما فيش حاجه اسمها مراهنات في الجيمز وما فيش حاجه اسمها استثمار بشكل شخصي. دايما الاستثمار عباره عن كيانات بتعمل عمليه استثمار. فدي من اهم النقط الموجوده. المنتشر اكثر كمان من التداول العملات المشفره وخلافه هي الموضوع بتاع الربح من الانترنت، وده موضوع كارثي. في فرق كبير جدا 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 بين العمل على الانترنت والربح من خلال الانترنت. العمل على الانترنت ان انا بدي اداء معين او وظيفه معينه او عندي مهاره او ملكه معينه بيستثمرها الاخرين في عبر الانترنت، فبقدر اديله هذه الخدمه او هذه الملكه بالنسبه له فباخد مقابل لده. انما الربح على الانترنت كل دي عمليات نصب، لا يوجد ربح من الانترنت. يقول لك تتفرج على شويه فيديوهات، اصل انت هتخش تعمل لايكات، اصل انت هتخش تعمل كذا. على ارض الواقع بيدخل حضرتك في دايره مغلقه، الدايره دي بتبدا من اول انت كسبت معايا رقم صغير 100 جنيه او 200 جنيه او خلافه، بس عشان حضرتك توصل للمستوى الاعلى انت لازم تدفع قيمه ثانيه، فبيفضل يتصاعد في القيم رغم انه بيدفع فعلا مقابل ده، الى ان تفاجئ ان انت لميت رقم كبير قوي او جمعت مبلغ كبير قوي من اقتصادك واديته لهذه الناس وفجاه
هذا التطبيق توقف او ما بقاش موجود او الشخص ده عمل لك بلوك. مفيش حاجه اسمها ربح من الانترنت، لكن في حاجه اسمها العمل على الانترنت، العمل شيء وربح شيء. طيب مهندس انطونيوس، يعني ازاي نحمي نفسنا من يعني النصب على الانترنت او من خلال التطبيقات المختلفه، او ايه انواع التطبيقات اللي علينا ان احنا نحترس ونتعامل معها بحذر، او يمكن حتى ما نتعاملش معها خالص لان هي بتكون معرضه اكتر للاختراق وانه يكون من خلالها في عمليات نصب ويعني امور مشابهه. ثانية فرق بين نقطتين حضرتك ذكرتين دلوقتي، حتة النصب وحتة الاختراق. الاثنين مختلفين تماما. حتة النصب أي حاجة فيها ربح عبر الإنترنت، أي حاجة فيها تداول غير رسمي أو موافق به من الحكومة المصرية، لأن في قوانين موجودة في مصر ضد هذه العمليات، فده ممنوع تماما. كل التطبيقات تداول، كل التطبيقات للتداول أو محافظ تداول العملات المشفرة أو العملات الغير خاضعة لبنوك مركزية، يعني جنيه الدولار اليورو الجنيه الاسترليني وخلافه، دي لها بنوك مركزية، ولكن كل العملات المشفرة ملهاش أي بنوك مركزية، فبالتالي كل دي بتندرج تحت عمليات النصب، فده يعني لا يرتقي إن أنا أشتغل معاه. الجزء الثاني اللي حضرتك ذكرتيه هي برامج التجسس أو برامج الاختراق اللي حضرتك ذكرتيها في وسط الكلام، دي برامج كتيرة جدا. أي برنامج أقدر أتابع بيه شخص آخر بطريقة غير رسمية ده بيدخلني انا في عمليه التجسس عليا انا شخصيا. يعني كل البرامج اللي اقدر اتابع بيها، ودي للاسف كتير قوي بيعملها الزوج والزوجه او الابن والابنه او خلافه، غالبيه التطبيقات دي كلها تطبيقات تجسس في الاول وفي الاخر، وتحكم في موبايل الطرفين مش موبايل طرف واحد. فبالتالي دايما نبعد عن هذه التطبيقات الا التطبيقات المحدوده المؤمنه اللي هي بنتابع بيها اولادنا فقط، ودي ليها رولز معينه وليها حدود معينه، ويرجع ان احنا نرجع لاي خبير في اختيار هذا التطبيق. ولكن كل التطبيقات النوع ده مجرمه بشكل كبير جدا وممنوع استخدامها. مهندس انطونيوس ميخائيل الخبير في امن المعلومات، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. بمشاركة 96 دولة اختتمت فعاليات النسخة 36 من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، واللي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحصدت الصين المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما توجت مصر بست ميداليات ما بين فضية وبرونزية. خلينا نتابع التقرير التالي. بمشاركة 96 دولة من جميع أنحاء العالم اختتمت فعاليات النسخة 36 للأولمبياد الدولي للمعلوماتية الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أكد أن إقامة هذا الحدث في مصر يعد بمثابة شهادة ثقة من المجتمع الدولي في الدولة المصرية. هذا الاختيار، اختيار مصر واختيار الأكاديمية، بيعكس مدى ثقة المجتمع الدولي في مصر وقدرتها على احتضان مثل هذه المسابقات. شباب من 96 دولة في العالم موجودين في مصر، فالنهاردة كمان حبينا نكون الختام صورة أخرى. الافتتاح كان في مكتبة الأسكندرية اللي هي تعتبر أقدم قلعة علمية على عبر العصور، والنهاردة جايبينهم في أقدم حضارة في الأهرامات، بيشوفوا الأهرامات، بيشوفوا أبو الهول. المسابقة الدولية جمعت نخبة من الشباب الموهوب وأعطتهم فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في علوم البرمجة على المستوى العالمي. أنا معجب للغاية بهذه المسابقة، هناك العديد من الأفكار الجميلة في هذه المسابقة، بعض الأفكار جديدة للغاية. المسابقة تعتمد على التواصل مع بعضنا البعض. المجال اللي احنا كنا بيختبرونا فيه يعني مجال اسمه حل المشاكل، ليه علاقة بالبرمجة، يعني بيدونا مسائل، مسائل كمبيوتر، يعني بتحتاج معرفة بالكمبيوتر شغال ازاي ومعرفة برضو بالرياضيات. دي أكبر مسابقة في العالم للبرمجة، دي بتتعمل كل سنة، هي من ضمن 15 أولمبياد للعلوم، منهم فيزياء وكيمياء وأحياء وماث وكل حاجة، فدي من دي تاني أكبر مسابقة في الأولمبيادات ديت، فأنا فرحان جدا إن أنا في مسابقة زي كده وبتضم 90 دولة وقدرت أحقق الميدالية البرونزية كأول مشاركة ليا وأنا عندي 15 سنة. وا
ويهدف الأولمبياد الدولي للمعلوماتية الذي أقيم للمرة الثانية في تاريخه في مصر إلى تحفيز الطلاب للاهتمام بعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعد ملتقى للنوابغ والخبراء في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. يعد الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في نسخته 36 حدثا استثنائيا يستهدف العقول المبدعة. هو مكان انطلقت فيه الأفكار لتقديم حلول جديدة للمشكلات وتبادل التجارب بين الطلاب وبعضهم البعض حول العالم. أسماء حسن، النيل، للأخبار. شهد الكوكب في العام 2024 الصيف الأكثر حرا على الإطلاق، فيما واصلت الحرارة تسجيل درجات غير مسبوقة منذ أكثر من عام، مع موجات حر وجفاف وفيضانات قاتلة عززها ارتفاع حرارة الأرض. وأعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أمس أن الأشهر الثلاثة من فصل الصيف، الفترة من يونيو إلى أغسطس، شهدت في نصف الكرة الشمالي أعلى متوسط درجة حرارة مسجل في العالم على الإطلاق، متخطيا الرقم القياسي لعام 2023. بتقول سامانتا بورغس النائبة نائبة رئيس مرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ، أنه في الأشهر الثلاثة الماضية شهد الكوكب شهري يونيو وأغسطس الأكثر حرا وأكثر صيف سخونة في نصف الكرة الشمالي. وأضافت أن هذه السلسلة من الأرقام القياسية بتزيد من احتمال أنه العام 2024 يكون الأكثر حرا على الإطلاق متخطيا العام 2023. وأعلنت دول زي إسبانيا واليابان وأستراليا والصين تسجيل حرارة غير مسبوقة خلال أغسطس الماضي. للتعليق على هذا الموضوع بينضم إلينا من بيروت دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي. دكتور دومت، صباح الخير، أهلا بحضرتك معنا. يعني الحقيقة واضح أن التغيرات المناخية بالفعل واقع محسوس يعني في كل دول العالم، وده حتى زي ما بيقول الخبر أنه فصل الصيف بالفعل هو الأكثر حرارة حتى أكثر من 2023. تعليق حضرتك على الكلام ده. أولا نحن عارفين لوين رايحين، بلشنا أنا بلشت بالعمل البيئي اعتبارا من سنة 1975 وبشكل متواصل. عندنا تاريخ حافل جدا بالمعلومات اللي ما حدا عنده إياها. دايما كل إنسان بيكون عنده معلومات واختبارات على مدى طويل، بيشوف الأمور غير الأشخاص بيكونوا داخلين عليها أو طارئين بفترة ما معينة يفلين. أنا بعطي معلومة بسيطة جدا، إنه إذا أخذنا وزارة البيئة، معظم وزارة البيئة بالعالم بيقطعوا فترة معينة بوزارتهم، بيشوفوا ملفات معينة، بيخلص دورهم، بيخلص فترة تكليفهم، بيخلص دورهم، ما بعد في شيء. كل شخص بيجي جديد وما بيكون عنده التاريخ العلمي. اليوم علماء البيئة هن بيشوفوا الأمور غير كليا عن الأمور الأخرى. نحن قادمين على خطر، حذرنا بنهاية القرن الماضي وحذرنا ببداية القرن الحالي، وهلا نرجع منحذر. نحن رايحين لمطرح كثير خطير يا أخوان. تفضلوا نحط استراتيجيات المطلوبة، استراتيجيات البيئية المطلوبة لنقدر نشتغل ونحمي هالكوكب. لحد اليوم ما حدا بده استراتيجيات، لحد اليوم ما حدا بده يحط. مفروض يكون في للكوكب ككل استراتيجية عالمية موحدة لحماية البيئة، لأن هالمركب اللي موجودين فيه كل الأطياف السياسية والدينية والمذهبية والطائفية وإلى آخره، كلهم رايحين لفرد مطرح، رايحين لهاوية مستحيل يطلعوا منها. نحن اليوم بعدنا بخضم الخطر الكبير، بعد ما طلعنا منه وبعد ما انتهى. قادرين بمعنى انه قادرين نحط استراتيجيات المطلوبه ومجبورين نحطها، وكل حدا ما بده يحطها يعني هو عم بيساهم بتدمير الكوكب. وبكل تاكيد في تدمير ممنهج لهذا الكوكب، لانه نحن بنتطلب 2050 او 2100 يعني او 2100 بالاحرى، رح نلاقي في اخطار ما بنعرف اذا رح يضل في كوكب او يضل في حياه، لانه مثل ما المسار الموجود اليوم المسار خطير جدا، لانه الماء عم تتدمر، الهواء عم بيتدمر، الكتل الهوائيه عم تتغير، الاحترار العالمي بتتوسع وصار بشكل خطير جدا، وشفنا النتائج على الارض. لو نحن ما عم نحكي بنخبر خبريه،
نحن عم نحكي علم، واليوم الأشخاص اللي بيحكوا علم بيكونوا واثقين من معلوماتهم ودراساتهم وأبحاثهم هم كلها. أنا بدي أسأل كم شخص في الشرق الأوسط بيشتغلوا على مسار على مدى على 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 البيئة العالمية، يعني بيكونوا عارفين أداء التفاصيل بكل دولة شو فيه وبكل منطقة شو فيه وكيف حركة الرياح وكيف حركة الكتل الهوائية وما إلى آخره، كيف شكل حركة المحيطات، حركة التيارات المائية بالمحيطات كيف تغيرت. بدي أسألهم كمان كيف تغيرت الحياة البيئية بالقطبين، كيف الثلوج ما بقى تنزل من شمالها عم تنزل عن اللي كانت توصل المطارح لل 200 متر شرق المتوسط، كانت توصل المتساقطات الثلوج ارتفاع 200 متر، هلا عم تصير 1005 وما عم تنزل اكثر بسبب الحياه الدفيئه بالكوكب. يعني اليوم الاحترار العالمي وصل لمطرح لا رجوع عنه الا باستراتيجيات المطلوبه ونحن بنملكها، وانا شخص من الاشخاص اللي بملك الاستراتيجيات المطلوبه لهذا الكوكب. ولكن لحد اليوم انا بدي اسال وين جامعة الدول العربيه؟ ليه جامعة الدول العربيه تحط خطه الطوارئ للمنطقه العربيه وتحط الشروط المطلوبه لكل دوله وشو بدها تنفذ وكيف بدها تشتغل مع الموضوع؟ انا بقدم اليوم من المحطه الغاليه علي بقدم استراتيجيه الاولى منه على جامعة الدول العربيه مجانا، ما بدي مصاري، مش بقدم احدث استراتيجيه للمنطقه العربيه بالعالم لحمايه البيئه، لانه شعوبنا ما رح تتحمل. شوفوا شو في القرن الأفريقي. يعني وضحت صورة دكتور دومت كامل رئيس حزب البيئة العالمي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. وأكيد يعني التغيرات المناخية هي خطر بيهدد الكوكب، ويعني على الجميع أنه يتكاتف لمواجهة هذا الخطر. بنتكلم عن الطقس هنا في مصر، وأكيد احنا كلنا بالفعل حاسين بحرارة في فصل الصيف هذا العام أكثر بالفعل من الأعوام السابقة. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة وهيكون رطب على السواحل الشمالية. بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين. نتكلم عن قطاع غزة واستمرار الكارثة الإنسانية اللي بيعيشها سكان القطاع ل 11 شهر على التوالي. أكدت يونيسيف أن أكثر من 50,000 طفل في غزة بيعانوا من سوء التغذية الحاد وبيحتاجوا إلى العلاج الفوري، وأن هناك انهيار كامل للأنظمة الغذائية والصحية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية وتقييد الاستجابة الإنسانية. متواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. خلينا نتكلم أكثر عن الأحوال والظروف اللي بيعاني منها سكان قطاع غزة. معانا دلوقتي بتنضم إلينا رتيبة النتشة، سيدة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني من رام الله. سيدة رتيبة صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا، ويعني كلمينا عن استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة زي ما بتحضر الحقيقة المنظمات العالمية والدولية. نعم، يعني فش بعد أكثر من 11 شهر من الحرب المستمرة على قطاع غزة، يعني عانى سكان قطاع غزة بشكل عام وليس فقط الأطفال من مستويات أو الوصول إلى مستويات من المجاعة صنفت عالميا أنها تقترب إلى المرحلة الرابعة من المجاعة، كانت نتيجة التضييقات لفترة طويلة جدا على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية للقطاع. بالرغم من تمكن بعض المؤسسات الدولية من التنسيق لإدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة وانتشار السكيات في مناطق النزوح، إلا أنه الأمن الغذائي ما زال منعدما في قطاع غزة، ونوعية الأغذية التي تدخل هي ليست يعني بيئة كافية أو التي تستطيع أن يعني
تؤدي إلى الأمن الغذائي للسكان في قطاع غزة وتوفير وجبات بشكل مستدام وكامل كما يحتاجها الأطفال أو حتى النساء المرضعات أو الحوامل. وبالتالي كل هذه الأمور وتراكم الأزمة لأكثر من 11 شهر أدت إلى مستويات أو ظهور مستويات من سوء التغذية للأطفال والانعدام التام للأمن الغذائي لجميع سكان قطاع غزة. نحن مرة أخرى نتحدث عن أصلا قطاع غزة كان قبل هذه الحرب محاصر لفترة طويلة جدا، وبالتالي أصلا لا يوجد يعني ما يسمى بالمخزون أو الأمن الغذائي في القطاع ما قبل هذه الحرب، وبالتالي كل ما يعتمد عليه السكان هو ما يمكن إدخاله من مساعدات إنسانية طارئة من خلال المعابر. ونحن شهدنا خلال 11 شهر والجميع يعني شاهد الإعاقات الكبيرة على إدخال المساعدات والمواد الغذائية وحتى الدوائية عبر المداخل أو المعابر التي تسيطر عليها دولة الاحتلال بالكامل، والانتقائية الشديدة في إدخال هذه المواد. طبعا يعني بعد تخطي أو استطعنا أن نتجاوز مرحلة المجاعة التي وصلت إليها قطاع غزة بعد إدخال هذه المساعدات، ولكن كما الجميع يعلم أن هذه الأمراض أمراض سوء التغذية تكون تراكمية وبحاجة إلى مواد غذائية محددة. نعم لدخولها. طبعا هنالك تفاوت أيضا في المناطق ما بين شمال قطاع غزة وجنوب قطاع غزة، بحيث أنه يعني معظم المساعدات الإنسانية قد وصلت إلى وسط وجنوب قطاع غزة، بينما الشمال يعاني من تضييقات أكبر، وبالتالي نسبة تعرض الأطفال إلى المجاعات وسوء التغذية هي أكبر في شمال قطاع غزة من الجنوب. سيدة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، كنت معنا هاتفين من رام الله، شكرا جزيلا لك. كده مشاهدينا بتنتهي أول فقراتنا في هذا الصباح، كنا معكم في مجموعة من الأخبار السريعة والمتنوعة، وبنبتدي معاكم حواراتنا لكن بعد الفاصل وموجز الأنباء، ابقوا معنا.